في بلدة بوسعادة الجزائرية، يعتقد أن دوفي هو أحد آخر صانعي سكاكين الأصليين في المدينة. يحمل إرثاً عمره جيلاً، ويقول إنه تعلم هذه الحرفة من والده وأعمامه منذ أن كان في 8 من عمره. 75 عاماً طرقت بابه ولم تبدل شيئاً من همته، وبدل هو الحديد إلى أشكال عديدة. بالآخر عندي 75 سنة وأنا فيها. أنا صغير بعمري 8 سنين قابل عمي بوي عمي الآخر هذا ثلاثة قاعد يخدموا الموسى مليح الذبيحة يذبحوا بيها مليح. وأول موس بوسادي تخدم بوسادة. ومع اقتراب عيد الأضحى يتوافد الزبائن إليه بحثا عن سكين مصنوعة من فولاذ نقي. والله به نقتني الموس البوسعادي اللي هو الخدمي، احنا ندير الخدمه داير الخدمي هذا دايرينه للخدمه سواء ذبيحه ولا تخدم به في الدار. والله ديما في الدار البوسعادي والله الجزائريه ككل تلقى عندنا الموس البوسعادي هذا يقتنيوه ومربوط بمدينه بوسعاده، ونجيو على جال عمي عبد الرحمن مازال شادنا في الحرفه القديمه، ترى شو هو اللي ينصحنا ويعطيك حاجه دور يجين ويعطيك حاجه مخدومه صح. في سوق البلدة ستجد أشكالاً متنوعة من سكاكين بوسعادة، يرى الناس فيها تراثاً ارتبط باسم البلدة وماضيها. الميزة تاع الموس البوسعادي أنه تراث المدينة، والميزة الثانية أنه يبقى يدوم، أكيد راح يقعد أكثر من 50 عام إذا حافظت عليه. وعندنا مواس هنا كاينين عند ناس أكثر من قرن 20 عام، يعني يدوم يبقى يتوارثوه الأجيال كاملين. وثانيا لازم يكون مخدوم خدمة فيني باش تحافظ عليه. الحاجة الأولى اللي الهدف تاعهم باش يشروه هي أنهم يستعملوه في أضحية العيد. أكيد الموسم البوسعادي معروف بأضحية العيد، وكان يستعملوه في عدة مجالات من بين الثورة الجزائرية كان يستعملوه في المهمات السرية. تحتفظ كثير من عائلات بلدة بوسعادة بسكاكين قد يصل عمرها إلى 120 عاماً، وهي في نظر أصحابها ميراث عائلي يتناقلونه جيلاً بعد آخر، ولابد لهم من حفظ مقتنيات أسلافهم.